أحد أسهل الطرق لنشر فرحة العيد هي تزيين باب منزلك الأمامي بإكليل جميل. تبدو جميلة يا صوفيا. تسعد هذه الفتاة بإضفاء القليل من أجواء الأعياد، لكن عندما يتعلق الأمر بالديكور الخارجي فقد تحتاج زينتك المفضلة إلى بعض الحماية الإضافية. على رسلك يا ساعي البريد، هل كنت أكثر حرصاً؟ أو لا، ما الذي يفعله هذا الإكليل على الأرض؟ وهو مكسور أيضاً؟ حسناً، هذه سنة الحياة، سيكسر هذا قلب صوفيا. يؤسفني تحطيم فؤادك، لكن إكليلك انكسر. لا، لا تقولي ذلك يا إيمي، هذا أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق. لحظة، أعطيني هذه العلاقة، أعتقد أن لدي فكرة، أحتاج فقط إلى بضع كرات زينة وبعض التفكير الإبداعي. أحضر علاقة سلكية ومددها هكذا، حاول أن تخفف حدة زواياها لصنع شكل دائرة. إن فعلت ذلك شيئاً فشيئاً فستكون قادراً على فعلها هكذا. ثم فك القطعة العلوية، اختر ما تريده من الزينة وأدخلها في سلك العلاق. يمكنك الاستمرار في القيام بذلك مع العدد الذي ترغب به من الزينة بأشكال وألوان متنوعة. تأكد من تحريكها إلى النهاية لإفساح المجال لجميع الحلي الأخرى التي تضعها على السلك. انظر إلى شكله الرائع، لا تنسى أن تزينه بفيونكة عملاقة. يا للروعة، أترين؟ قلت لك بأني سأصلحه، أعتقد أنه يعجبني أكثر من الإكليل الأصلي. لنعلقه في الخارج هيا، ولأنه علاقة فيمكن تعليقه مباشرة على المقرعة بكل سهولة. يجدر بساعي البريد أن يكون أكثر حرصاً عند توصيل الصحف غداً. في موسم الأعياد هناك نوعان من الناس، إن كنت مثل صوفيا فأنت تبذل قصارى جهدك لجعل منزلك بأفضل حلة في موسم الأعياد، أو أنك مثل إيمي تحب الجلوس والاستمتاع بوقت راحتك بدون أي ضغوط. أوف، أنا منهكة تماماً من كل التنظيف والتزيين. إيمي، هل كنت جالسة هنا على هاتفك طوال الوقت؟ أحياناً إن كنت ترغب في إنجاز المهام فيجب عليك تفويض بعضها ببساطة. أمل أنك كنت تنظرين إلى أفكار حول ترتيب المائدة على الإنستغرام، لأن هذه المائدة مهمتك الآن. أوف، لماذا هي درامية دائماً؟ ترتيب المائدة ليس بالأمر العظيم، ضع كل ما ستستخدمه عليها فقط وانتهيت. لنعود الآن إلى الأمور المهمة. إيمي، هل تحاولين رفع ضغطي؟ تبدو رائعة صحيح؟ أنصتي لي لأني سأعلمك درسا قيما في ديكور المائدة. مدد منديلا قماشيا على الطاولة هكذا، اطويه إلى 4 طبقات ولفه حتى يصبح على شكل مثلث. أمسك الطبقة العليا في الزاوية وقم بطيها للأسفل وتوقف في المنتصف. استمر في القيام بذلك مع جميع الطبقات واطويها في نقطة أعلى في كل مرة. الآن اقلب المنديل واطوي كل جانب للأسفل بحيث يصنع شكل مثلث. ابدأ بدس كل زاوية في الطية فوقها. يبدو كشيء مألوف صحيح؟ نعم، لقد صنعت بنفسك منديل شجرة الكريسماس، أليس ظريفاً؟ يمكنك حتى وضع غصن صغير في الأسفل وتبدو بذور الرمان كالزخارف. لا تنسي النجمة في الأعلى، تبدو المائدة الآن مناسبة لعيد الميلاد. انظري إيمي، هكذا يتم عملها. واو، كان ذلك مبهراً يا صوفيا. الآن متى سيجهز كل الطعام اللذيذ الذي طبختيه؟ عيد الميلاد، وقت تقديم الهدايا وقضاء الوقت مع العائلة والجلوس حول الشجرة. وبالحديث عن الأشجار، هل هذه الشجرة تتحرك؟ مرحباً، هل يوجد أحد هناك؟ نرغب بالتأكيد برؤية المزيد من مقالب عيد الميلاد مثل هذا. هل تحب موسم الشتاء؟ إذن على الأرجح أنك تحب فاكهة هذا الموسم أيضاً. لو كان الأمر متروكاً لك فستأكل الكلمنتين والبرتقال طوال السنة. هذه الفاكهة مليئة بالعصرة ولاسعة، قد تأكل 10 منها حرفياً في جلسة واحدة. هل أكلت وعاءً كاملاً منها يا ليلي؟ أعطيني هذه، أنا على وشك إبهارك بالكلمنتين. أولاً، هل ترين الحبتين على الطاولة؟ الآن ماذا لو قمت بتحريكهما قليلاً تحت هذين الكوبين؟ هل من المفترض أن يكون ذلك سحراً يا جاستن؟ حسناً، لم يحدث السحر بعد. أترين؟ لحظة، أين ذهبت؟ لنبدلها مرة أخرى.
ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ لا تبكي عليها، سنذهب إلى البقالة ونشتري المزيد منها. وأخيراً سأحصل على واحدة. بعد قضاء يوم في التسوق في موسم الأعياد، تبدو العودة إلى المنزل شبيهة بالهرب من منطقة حرب. أوه، لقد نسيت الكيس الآخر في السيارة. نصيحة، لا تترك أكياس التسوق دون مراقبة حتى في المنزل، خاصة إن كنت تعيش مع جاستن. أوه، هل هذه ملابس جديدة؟ تبدو هذه سترة رائعة، سيكون من المؤسف حدوث شيء لها. إن قمت بتسخة صوف في ثقب سترة، ستبدو أنها بدأت في التفكك، لكنه مجرد خيط إضافي، أترى؟ الآن لنجلس ونشاهد ليلي تفقد أعصابها. أحمد الله أن كيسي كان هناك. حان وقت تفيغ الأكياس. حسناً. مرحباً جاستن، لقد عدت أخيراً من مركز التسوق، ولن تصدق العروض الرائعة التي رأيتها. ودون مزيد من الكلام، أفضل عملية شراء اليوم سترتي الجديدة المحبوكة. ألن تكون رائعة لحفلة عيد الميلاد التي سنذهب إليها غداً؟ سأرتديها الآن للتأكد من أنها ليست كبيرة جداً. آه نعم، مناسبة تماماً. إذن ما رأيك؟ لا لا، هل هذا خيط مفكوك؟ لم أره عندما تفحصتها في المحل. هل السترة بأكملها تتفكك؟ ما الذي يجري هنا؟ جاستن، هذا المقلب يحمل توقيعك. بالمناسبة، شكرا لاستخدام كل لفة خيط الصوف. الآن أعد كل الخيط المفكوك. لم يعد مضحكا، أليس كذلك يا جاستن؟ منذ أن كنت صغيرا، لطالما كان هناك شيء سحري حول الاستيقاظ في صباح يوم الكريسماس. هناك شعور مميز في الجو تشعر به في يوم واحد في السنة، وذلك اليوم هو 25 من ديسمبر. من الأفضل أن أركض للأسفل لأرى ما ينتظرني أسفل الشجرة. يبدو أن إيميلي خطرت لها نفس فكرتك يا أوليفيا. أين كل الهدايا؟ إيميلي، هل لديك أي فكرة عما حدث للهدايا؟ إن كانت هذه الهدية الوحيدة، فأنا أستحقه أكثر منك. يا فتيات، هذا تصرف سيء، يجب ألا تتشاجرا. ما يوجد بداخلها أساسا؟ حسنا، لم تكن على قائمة هداياي. تقول لك في الكريسماس، ما هي برأيك؟ حسنا، ما المكتوب في البطاقة؟ يا إلهي، لا أعتقد أنها لي. خذيها يا أوليفيا. يا إلهي، لا يمكنني تخيل ما أغضبك بداخلها. هل كنت طيبا هذا العام؟ إنها من ساندا؟ يا إلهي، هل كنت جيدة؟ ها؟ ما الذي أعادني للسرير؟ استيقظي يا أوليفيا، إنها عشية الكريسماس، لدينا الكثير لفعله. يبدو أن ذلك كان مجرد حلم سيء. هيا، يجب أن نذهب. الجلوس وحيدا في المتنزه أحيانا قبل غروب الشمس وصفة طبية ممتازة، لكن عندما تكون مشغولا بنفسك، فإن تصرفات الآخرين الغبية قد تفسد وقتك السعيد. أوه، انتبه من ذلك العداء. أنت، يا له من أحمق. ليس مجرد أنه لم يعبرني فحسب، برمى قمامة في هذا المكان الجميل. ويبدو أنه ليس الوحيد الذي أوسخ هذا المكان. وبينما لم يجد هؤلاء الأشخاص الوقت الكافي لرمي نفاياتهم، فيمكنك بالتأكيد التضحية ببضع دقائق لتنظيف المكان. سلة القمامة قريبة جدا. أترى، ألم يكن ذلك سهلا؟ أوه لا، يبدو أن هذه المسنة ضائعة. أتساءل إن كانت بحاجة للمساعدة للعثور على الحافلة. للأسف، يبدو كبار السن ضعفاء للمجرمين مثل هذا الرجل. وأثناء عدم انتباهها، سيقوم مجرم كهذا بالتسلل وسرقة محفظتها. تباً، لا يوجد شيء داخلها. عجوز بلا فائدة. أوه لا، يجب أن أخبر هذه المرأة بما حدث. لكن قد تأخذ الأمور منعطفاً مفاجئاً عندما لا تتوقع ذلك أبداً. أوه لا، لا تمتلك هذه المرأة أي مال. أتعلم؟ لا أحتاج إلى هذا المبلغ. آمل أن يساعد هذا المبلغ على الوصول لوجهتها. واو، كان هذا لطفا منك يا أوليفيا. يا سيدة، أعتقد أنك أوقعت محفظتك هناك. مجرد تصرف طيب صغير قد يغير حياة الشخص. يا أنسة، هل وضعت مالا فيها؟ إنها معجزة، شكرا جزيلا. أترى، القيام بعمل لطيف كهذا يمنحك شعورا أفضل من امتلاك الكثير من المال. كل هذا اللطف قد يجعل السيدة تشعر بالعطش، لكن عندما يحين وقت الدفع، تستوعب أوليفيا أنها تبرعت بكل مالها. أتعلم؟ احتاجت تلك المسنة للمال أكثر من حاجتي للشراب.
لكن عندما تقوم بعمل طيب فإنه يلهم الآخرين للقيام بالشيء نفسه. واو، هذا لطف كبير منك، شكراً.